السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ورضوى زعفران مع فاطمة. فيديو جديد اليوم ان شاء الله. ما غاديش ندير شي وصفة اللي خاصة، فقط شي طبيلة مغربية 100%. هاد الوصفات اللي غادي نشوفو في الفيديو ديال اليوم جميع المغاربة كيعرفوهم، جميع السيدات كيتقنوهم، فقط لكسر الملل بغيت نشارك معكم هاد الفيديو ديال اليوم. فبقاو معايا وتبعوا الفيديو للآخر وندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فاول حاجه هنا الروتين ديال غسيل الخضره، ما عرفتش واش نتوما مازال عندكم مازال متبعين يعني طريقه التعقيم ديال الخضره، واخا كنجيبوها نغسلوها المره الاولى وكنعقموا جميع المشتريات ديالنا، وكنعاود ثاني كنغسلها ملي كنجبدها من الثلاجه بشويه ديال الخل. فخليوا لي في التعاليق واش مازال مستمرين على التعقيم. كنغسل الخضره كامله اللي غادي ندير في الوصفات ديالي، كنوجدها كلها باش ما نبقاش نجبد كل حاجه بوحدها وكل حاجه نغسلها بوحدها. كنقطع كميه القزبر والمعدنوس حتى هي كلها اللي غادي نحتاج باش ما نبقاش كل مره كنقطع. بالنسبه للحامض هذه فقط فكره، يمكن بزاف ديال السيدات كيعرفوها. ملي كنبغيو عصير ديال الحامض يمكن نغسلو الحامضه، كندلكوها شويه بحال هكا، كنديوها ونجيبوها باش كتطلق الماء كتير وداك العصير ديالها يعني كتخرج عصير كتير. هنا غادي نوجد الثومه حتى هي كيف كتشوفوا معايا الثومه بكميه كثيره. فانا جميع تقريبا الوصفات ديالي ما كنديرش فص اولا جوج فصوص ديال الثومه، دائما اربعه د الفصوص والفوق اربعه خمسه، غير كثروا الثومه راها مزيانه بزاف خصوصا في هاد الوقيته هادي. بعد ما كنوجد القزبر والمعدنوس والثومه غادي نشرملو الدجاج يعني العطريه العاديه ديال الطاجين المغربي. ناخذ واحد الطبق كندير فيه شويه الفلفل الاسود او الابزار، السكنجبير، الخرقوم البلدي او الكركم، الملح حسب الذوق، واحد شويه شعيرات ديال الزعفران الا متوفر لكم، الا ما متوفرش ماشي مشكل. وكندير عصير ديال الحامض كيف كتشوفوا معايا هنا تبارك الله، يعني غير نصف حامضه وفيها العصير، ما درتهاش العصير ديالها كله. من بعد غادي ندير شويه ديال الماء باش غادي نخلط هاد العطريه هادي. هاد الطبق صراحه انا كيعجبني بزاف ديال الدجاج بخيزو الزيتون، كيجي بنين بزاف من الاطباق يعني اللي اولا الطواجن اللي كنعشقها صراحه بزاف. من بعد كناخذوا طريفات ديال الدجاج وغادي نفلحهم باش كتدخل فيهم الشرموله وكيجيو بنان. من بعد غادي ندوزهم فديك العطريه كامله، كناخذ معلقه كيف كتشوفوا وكنحاول نهز ديك العطريه وكنخشيها في هذوك الفليحات باش كيجينا الدجاج بنين. فهاد المرحله هذه ما كنديروش ليه الزيت، وغادي نخليو على الاقل تقريبا واحد ساعتين في الثلاجه. يمكن لكم تخليو ليله كامله بهذه الطريقه هذه. غادي نوجد خيزو اولا الجزر. بالنسبه الخيزو انا حيدت ليه القلب، فاذا كان القلب ديالو غليظ بزاف وصفر حيدوه حيت كيجي مر وما كيجيش زوين في الطاجين. غادي نقطعو كيف كتشوفوا معايا هنا طريفات اللي يكونوا صغار باش منين نديرهم مع الدجاج يجوني نيشان في الطياب مع الدجاج، لان الدجاج ما كيهزش الطياب بزاف. هنا غادي من بعد ما خليت الدجاج في الثلاجه واحد المده كناخذ الطنجره اللي غادي ندير فيها نصب فيها، كندير شويه ديال الثومه وكندير القزبر والمعدنوس تقريبا واحد جوج ديال المعالق كبار. وهاد الطويجين هذا ما غاديش ندير فيه البصله كيف كتشوفوا معايا، فقط غادي نشحروا بالثومه قزبر والمعدنوس وزيت الزيتون. يمكن لكم ديروا الزيت نباتي الا بغيتوا، او كيف يمكن لكم تخلطوا الزيت النباتي مع زيت الزيتون. كيف كنقول دائما في الفيديوهات هاد زيت الزيتون اللي كندير انا راه ديال الطبخ ماشي ديال الماكل، يعني ماشي شي زيت اللي هي قاصحه بزاف خاصه بالطبخ. كنستف دوك الفخيضات وكنخوي فوقهم ديك العطريه اللي بقات في الطبصيل، وكنشعل البوطه على واحد العافيه اللي مهيله بزاف، وغادي نغطي الطنجره وغادي نخليها كتقلى حتى كتقلى ليا داك القزبر والمعدنوس مع الثومه. ما تجهدوش البوطه
من بعد كدوز 5 دقائق كنعري الطنجره وكنقلب دوك الطريفات ديال الدجاج باش يتشحروا ليا من الجهه الاخرى وتدخل فيهم العطريه. هنا غادي ندير زعلوك قطعت الدنجال خويت فوقه مطيشه محكوكه ثومه قزبر المعدنوس. هي كاين بزاف ديال الطرق ديال الزعلوك، هذه انا كتجيني مختصره بزاف بزاف، يعني ما كنسلقو ما كنشويه ما حتى شي حاجه. كندير الملح الفلفل احمر اولا البابريكا شويه ديال الكمون وكندير واحد المعلقه ديال الهريسه وزيت الزيتون اللي ما بانش هنايا في الفيديو. كندير واحد الكميه مهمه ديال زيت الزيتون غادي نخلطو وحتى هو على عافيه اللي تكون مهيله بزاف بزاف باش غير داك البخار ديالو هو اللي يطيب فيه يرجع عليه ويطيب فيه بلا ما نزيدو ليه حتى قطره ديال الماء. من بعد ما كيتشحر لينا الدجاج مزيان كنضيفو ليه الماء اولا كنمرقو كنديرو الماء الكافي من البدايه باش ما نبقاوش نزيدو الماء ونبصلو داك الطاجين ديالنا. من بعد كنديرو دوك الطريفات ديال الخيزو من الفوق وصافي غادي نرجعو الطنجره طيب كذلك على عافيه مهيله. ومني كنقولو طبيله مغربيه ضروري من سلطه مغربيه ديال مطيشه الخيار والبصله اللي معروفه كنقطعهم طريفات رقاق بزاف. صافي انا هنا غادي نقطعها وغادي نرجعها للثلاجه حتى غادي نبغي نحط الطابله ديالي صافي وغادي نخلطها وغادي نحطها. هنا بالنسبه للبنات اللي في كندا بغيت نتقاسم معكم هذا الزيتون الاحمر كيجي رائع بزاف بزاف كناخذه من كوسكو. هاد القرعه تقريبا كدير شي 5 ولا 6 دولار، راه قرعه كبيره فيها اترو ونص، يعني هزه كميه كبيره ديال الزيتون. وهذا الزيتون هذا عجيب، يعني ديروه في كاع الطواجن ديالكم في الدجاج محمر. هو اللي درت في الفيديو ديال الدجاج محمر وبعض الناس عفوا كيصحاب ليهم واش درت الزيتون كحال هو حيت اللون ديالو غامق بزاف ولكن المذاق ديالو روعه بزاف كيف قلت لكم تلقاوه في كوسكو. من بعد ما طاب الدجاج مع الجزر كنديروا طريفات ديال الحامض مرقد الزيتون وغادي نرجعوه باش هذيك المريقه كتختار وكتشرب لينا وكتطلق الزيتون البنه في المريقه. هنا كيف شفتوا معايا الزعلوك راه تقريبا داب مزتو حتى شي قطره ديال الماء نهائيا غير داك البخار ديالو على عافيه مهيله. بقيت مره كنحركو حتى ولا بهذا الشكل هذا حتى كيعقاد لكم مزيان وكيختار. كنكونوا يعني كنكون وجدت الطبيله ديالي كنخلط ديك السلطه. وهنا الدجاج بغيتو تخليوه هكاك بغيتو تدخلوه شويه الفران يتحمر، كاين الناس اللي كيبغيوه يبقى طري. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه والى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.